السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنشرح برنامج مهم لتحرير النصوص كبرنامج وورد ميكرو أوفيس وورد مشهور معروف. البرنامج اسمه تابع لشركة جوجل، اسمه جوجل دوكس، يعني دوكومو، يعني تقدر تحميله من جوجل بلاي. البرنامج تقريبا يوفر كل الخصائص الموجودة في الأوفيس على جوالك. نفتح البرنامج إن شاء الله. ميزة البرنامج أنه متزامن، يعني يقدم خاصية المزامنة مع جوجل درايف، يعني يمكنك تحرير ملفاتك النصية من أي جهاز ويحتفظ بنسخة على جوجل درايف. جوجل درايف راه معروف. مثلا أنا محاضرة في فقه الأسرة، هنا خاصية تحرير الهاتف، ممكن تحرير كذا بالضغط على القلم في الأسفل. هكذا يمكن تحرير كذا. بالنسبة للوحة المفاتيح، فشخصيا أفضل دائما لوحة المفاتيح سويفت كي لما توفره من تذكر لأغلب الكلمات التي تكتبها، فعند كتابتها مرة أخرى تعطيك ماذا؟ تعطيك تصحيح تلقائيا، يعني كأنها تحتفظ بمعجم شخصي أكثر الكلمات التي تستعملها وتكتبها. بالنسبة هناك أيضا خاصيات أخرى، يعني يمكنك إرسال نسخة تحميلها. هنا خاصية أنه متوفر على هاتفك بدون حاجة للإنترنت. خاصية أخرى نسيتها هي خاصية اللوجو، ما يتركني، هي خاصية برينت لايوت، يعني يعطيك تصميم نهائي كما يظهر في عند الطبع. وهذا التصميم ولا يظهر في الحاسوب مظهر. ميزة أخرى لهذا البرنامج هو أن يمكن لنفس الأشخاص العمل على نفس مستند فقط بإرسال الرابط كما في جوجل درايف. يعني لازم تدخل جوجل درايف ثم ترسل رابط الملف النصي. مثلا دخلت الدرايف، رسمت ملف، يمكنك إرسال لينك شيرين أو إضافة الأشخاص عبر المايل other people. إلى كذا نتمنى أن يعجبكم البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.